فوريات راح يجوا يتفتوا وحدهم ما شاء الله، واللحم تاعنا بيان سور راح يكون طايب على حبه ويجي بالطبع هنا راهو سخون. شوفوا كيفاش اللحم ما شاء الله. السلام عليكم ومرحبا بكم دائما في القناه مع الشيف احمد للطبخ. ان شاء الله كامل تكونوا ملاح وبصحه جيده. الوصفه تاع اليوم راح تكون بزاف هايله وراح تكون خطيره. جبت لكم وصفه تاع المتوم الجزائري الاصيل، راح يكون بالغنميس صوص بلونش بالحميصه واللوز محمر صاير داير ما عندي ما نقول لك. الوصفه هذه 58 ولايه جزائريه 100%. ديروها العرضه وليمه بالطبع مرقه، راح تكون صوص بلونش وتجي خطيره مع هذيك الحميصه طيبه على حبه تشبح ما شاء الله. نعطيكم كامل الاثر باش المتوم تاعكم يجي بمرقه شويبه كيما راكم تشوفوا. الكوريات تاعكم راح يجوا طايبين زبده. هنا نرفد لكم حبيبه راهو سخون، شوفوا كيفاش يجوا الكوريات طايبين ما عندي ما نقول لك. قبل ما نبداو الفيديو ما تنساوش دعمونا بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. بسم الله على بركه الله. كيما راكم تشوفوا هنا نجي نعرفكم على المتوم تاعنا، راح نخدموه بطريفات تاع اللحم واللحم المفروم اللي راح نديروه كوريات. هذه هي اول حاجه. واش عندنا طريفات تاع اللحم؟ استعملوا الغنمي واللي عندهم البقري عادي في بلادي. هنا عندي حوالي رطل 5 مراسم، كل مرسو فيه 100 غرام. كيما تعرفوا هكذا يخدموا في العرس، كاين اللي يخدموا ب 100 كاين اللي يخدموا ب 80 غرام. والكميه تاع اللحم المفروم توجور راح تكون نصف الكميه تاع اللحم اللي فيه مراسم. يعني عندنا رطل تاع اللحم مراسم نحتاجو 250 غرام تاع لافيونداشي. هذه هي القاعده اللي يخدموا بها كامل. اول حاجه نجو لافيونداشي تاعنا بواش نتبلوها. توابل نحتاجو فلفل كحل والكمون، عندنا الملح والثوم. الثوم ضروري في هذه الوصفه. هنا عندي حوالي زوج فصوص كبار مربيين، عندنا ملعقه تاع لا شابلور كيما راكم تشوفوا تعاوننا باش نطمو لافيونداشي تاعنا، عندنا بياض بيضه هذه هي، وهنا عندنا شويه معدنوس راهو اشي. هذه هي اللي يحب يديرو اللي يحب يستغنى عليه. هذه هي الوصفه تاع لي بولات. هذه هي دوكا نجوزو للحم تاعنا واش راح نحتاجو له. اول حاجه عندي حوالي ربع فصوص تاع الثوم كبار كيما راكم تشوفوا، وبالنسبه لهنا المراسم لاصوص تاعو نعاونوه بحبيبه بصل تكون صغيره مربيه في الواعر. هذه هي توابل واش نحتاجو، غير فلفل كحل والكمون، عندنا شويه تاع الملح، كميه تاع حميصه كيما راكم تشوفوا، ملعقه تاع السمن راح نزيد لها حوالي ملعقه ولا زوج ملاعق تاع الزيت، والتزيين عندنا اللوز راهو محمر، تحمروه في المقله مع ملعقه تاع زبده النار متوسطه وتخلوه حتى ياخذ هذا اللون الشبيب. هادو هما المقادير. اول حاجه راح نبداو بالكوريات تاعنا، نحطوا اللحم تاعنا، نحطوا التوابل، الملح، هذيك الرشيشه تاع المعدنوس، الثوم قلت لكم ضروري في هذه الوصفه راكو على بالكم، نحطوا بايه تاع الحبه بيض، ونحطوا الملعقه كبيره تاع لا شابلور. هذه هي دوكا هنا واش راح نديرو، نعجنو كامل اللحم تاعنا ملح، ويلا شفناه مخصوص نزيدو له شويه لا شابلور. هذه هي هنا بعد ما عجننا اللحم تاعنا ما شاء الله ما زدتلو ولا حاجه راهو متماسك وشبيب. هذه هي دوكا راح نجيبو كميه تاع لافيونداشي ونبداو نكورو البولات تاعنا. هامليك البولات يجو صغيرين بهذا الشكل، والبولات تاعكم لازم لافيونداشي تحسوه بالليليس. هذه هي كي تروحوا عند اللي يبيع اللحم زعما تشرو كميه تاع اللحم قولي لهم يرحيه لكم زوج مرات. هذه هي ولا كاين اللي راهم يرحو بالشبكه الصغيره. هذه هي دوكا هنا واش راح ندير، راح نكمل كامل لافيونداشي تاعي نكورو بهذه الطريقه ونعاود نولي لكم. هنا لي بولات تاعنا راهم واجدين ومضبوطين، شوفوا كيفاش يجوا ليس بالطبع. دوكا واش راح نديرو، ندخلهم الثلاجة نخليهم يريحوا. اول حاجه قبل ما نديماريو الوصفه تاعنا واش نديرو، نحكمو قدره نعمروها بالماء ونديروه يسخن مليح، لانه التمرق تاعنا لازم وضروري يكون بالماء سخون. واللي عندهم كاش عظمه يحطوا في هذاك الماء ويخلي الفون تاعهم يطبخ يمرقوا به، والوصفه راح تجيكم بالطبع. هذه هي انا راح نطيبها في المرميطه تاع الفخار. هذه هي واش درت فيها الملعقه هذه تاع السمن، زدت لها ملعقه كبيره تاع الزيت، نشعلوا عليهم النار نخلوهم يسخنوا مليح ونعاود نولي لكم. في الوصفه هذه كاين ناس اللي تزيد تضيف العود تاع القرفه، انا ما كاش متوفر عندي، قلبت في التوابل لقيتو باللي خلاص اللي عندهم القرفه يديروا عود غير صغير. هذه هي بعد ما نشوفوا السمن تاعنا داب وتميلونجا مع هذاك الزيت نبداو نجيبو في الاطراف تاع اللحم كيما راكم تشوفوا، نحطوهم كامل ونخلوهم يتقلاو شويه. هذه هي هنا بعد ما نشوفوا اللحم تاعنا بدا يتقلى نجو نقلبوا الطريفات تاعنا كيما راكم تشوفوا، نقلبوهم كامل هكذا. واش راح نديرو، اول حاجه راح نجيبوا الكميه تاع البصل، نحطوا الكميه تاع البصل منا اكوتي، موراها واش نزيد نجيب الكميه تاع الثوم. هذه هي الكميه تاع الثوم تكون مليحه، نزربعوها كامل كيما راكم تشوفوا.
ونخلوهم يتقلاو شويه. هذه هي الحاجه. راح نجيبوا الكميه تاع الملح كيما راكم تشوفوا، نملحوا الملح تاعنا. هذه هي باش يعطينا بنه مليحه، باسكو راح نمرقوا بزياده باش يزيدوا يطيبوا لي بولات معاهم. هذه هي الملح درناه، دوكا نديروا فلفل كحل والكمون هكذا نوزعوه كامل، راح يعطيه واحد الريحه ما شاء الله. نخلو التوابل تاعنا غير يتقلعوا شويه كيما راكم تشوفوا. وهنا كيما راكم تشوفوا بعد ما الريحه راها تطلع ما شاء الله، نجيبوا كميه تاع الحميصه. دوكا بالنسبه للحميصه كل واحد يدير اشحال يحب، كاين اللي يحبوا الحميصه بزاف يكثروا عادي ويكثروا المرقه باش يغمسوا، كاين اللي يحبوا شويه شويه هذيك راح تبقى عليكم. قلت لكم بالنسبه للماء اللي تمرقوا به لازم يكون سخون كيما راكم تشوفوا. راني جبت الماء تاعي ونبداو نمرقوا حتى نغطوا كامل هذاك اللحم تاعنا هكذا كيما راكم تشوفوا. دوكا واش راح نديرو، نجيبو المغرفة تاعنا نضربو تحريكة خفيفة ظريفة وهنا بعد ما مرقنا كيما راكم تشوفوا ضربنا تحريكة خفيفة ظريفة. دوكا واش راح ندير، راح نجيب الغطاء تاعي شحال نحسبو لها 45 دقيقة ونجو نضربو طلع على بركة الله. ما جازت 45 دقيقة نجو نضربو طلع على المتوم تاعنا، شوف واش راهو ما شاء الله المرقة تاعو بدات تختار، اللحم تاعنا دخلو طياب. دوكا الكمية راح قليلة بالنسبة لبولات راح نديروهم معاهم، نبداو نحطو في البولات تاعنا كيما راكم تشوفوا. حطو كامل الحبيبات، هذه هي راح يزيدوا يطيبوا لي بولات، اللحم راح يزيد يطيب، لاصوص راح تجي راح تزيد تعقد، وهذه هي راح يجوا ما شاء الله. دوكا هنا واش راح ندير، راح نزيد نخليهم حتى يطيبوا لي بولات تاعنا ونعاود نولي لكم. هذه هي نعاود نغطي عليهم ونخليهم يتكتكوا غير بالعقل. بعد ما حطينا هذوك لي بولات تاعنا وشحال نحسبوا لهم نص ساعه، يعني الوصفه شحال راح تشد لنا ساعه و 45 دقيقه نعطوها للحم، ونص ساعه نزيدوها لي بولات تاعنا ساعه و 4 راها واجد لاصوص ما شاء الله. الريحه شهيه طيبه. اول حاجه واش راح نديروا، نطفيوا النار تاعنا لانه الطاجين هذا يشد سخانه. هذه هي، وهنا نجيبوا اللوز تاعنا كيما راكم تشوفوا، نحطوا كامل هكذا حبيبات تاع اللوز. هذه هي دوكا واش راح ندير، نخليه يرتاح ونجو نشوفه في النتيجه النهائيه على بركه الله. اذا كما راكم تشوفوا هنا خوتي خياتي الاعزاء، وصلنا للنتيجه النهائيه. المتوم الجزائري الاصيل راهو واجد، قلت لكم يشمل 58 ولايه جزائري، وبالطبع شتوا كامل المراحل اللي مرينا بهم باش نخرجوا صوص بلونش بالطبع مع هذيك الحميصه. واش نقول لك طيبه زبده. هذه هي واللحم تاعنا، قلت لكم الكوريات راح يجوا يتفتوا وحدهم ما شاء الله، واللحم تاعنا بيان سور راح يكون طايب على حبه ويجي بالطبع. هنا راهو سخون، شوفوا كيفاش اللحم ما شاء الله مع لاصوص اللي راح تجيكم ما شاء الله، بيضه خفيفه ظريفه على قاني. هذه هي الوصفه الجزائريه العريقه تاع المتوم، ان شاء الله كانت عجبتكم وكانت خفيفه ظريفه عليكم. اهنا اخوكم دحمان اسماء، بقى لي يقول لكم غير بقاو على خير وتهلاو في روحتكم. الى اللقاء مع وصفات جديده، السلام.